صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا النهار كيف غادي يدوز عندي. المهم اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. انا دابا راه 10:30 ديال الصباح، درت فيها بزاف ديال الحوايج، خملت البيت النعاس ديالي. المهم هنا دست مباشره نطيب الغدا، بغيت نوجد شي غديوه اللي تكون ساهله ماهله ودغيا كتوجد. المهم اي حاجه درتها كيف قلت لكم غادي نشاركها معكم. كنتمنى انا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم اللي كتزيد تشجعني، كذلك ديروا لي لايك للفيديو وشكرا لكم اللي خطيكم. المهم اول حاجه بديت بها غادي ندير لهم لي بات بصوص ميكس اللي ساهله ودغيا كتوجد. هنا خديت الماء، درت فيه شويه الملحه ودرت فيه شويه الزيت، وغادي ندير فيه الضويمه ديال لي بات. هاد الضويمه كتخلي لي بات، ممكن ديروا اي نوع ديال لي بات، سباكيتي داكشي كتجي زوينه فاش كتضيف واحد الوحيده. المهم غادي نضيف وحيده ليهم، وغادي ندير لي بات ديالي تصلع. من بعد غادي نقول لكم مكونات اللي بقى، واخا فيت ليا مشاركه وكما ما فيها باس ان البنات، يلا كاينين البنات جداد غادي نشاركها معكم ولكن باختصار. هنا كيف كتشوفوا راه حطيت البصله، حطيت الثومه، هنا وجدت واحد الخضيره ديال الطاجين اللي غندير بالليل باش نحيد عليا كلشي دابا، يعني ما نبقاش كل شويه نقع الخضره. غادي نحيد عليا كاع داك الزبل ديال الخضره دابا، نحيدو نقطعها نغطيها بواحد، نديرها فواحد العلبه ونغطيها حتى اللي ان شاء الله ندير لهم الطواجين. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. بقى ما جمعتش الكوزينه، بقى الفطور ما جمعتوش، جمعاتو ساجه ولكن بقى ما غسلتش المعنات ديالو، وما هادشي اللي كاين. المهم البنات صافي، دابا من بعد ما طابت لي بات صفيتها، نفس الطنجره خديتها درت فيها، صفيت لي بات ودرت فيه وغسلتهم بما بارد. خديت هنايا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وضفت عليهم جوج معالق كبار ديال الزيت. درت هنا واحد ثلاثه بصوص ديال الثومه، تقريبا انا عندي واحد 600 غرام ديال لي بات. المهم هنا درت ثلاثه بصوص ديال الثومه وبصله، واحد بصله كبيره مشلطه، نخليها تتقلى واحد شويه. هنا الماء ديال لي بات خديت منه هاد الكاسرونه عمرتها بالماء باش هي اللي نروي بها، باش حيت داك النشا اللي كتكون في لي بات فاش كنديروها كتعلق لينا لي بات، داكشي علاش خليت من هذاك الماء. هنا زدت واحد جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان ديال مركز الطماطم، زدت واحد جوج معالق كبار، جوج مطيشات متوسطين طحنتهم. هنا زدت السودانيه اختياريه، شويه البزار والملحه. زدت واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش تشرس لينا الحموضه، وواحد معلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه، ممكن ديروا فقط الزعتر، ممكن ديروا الربيع اللي بغيتوا. صافي دابا غنخلي هاد لاصوص طاب مزيان. هنا عندي لادان فيمي هنا ديال، وهنا زدت واحد باكيه ديال لادان فيمي. هنا الا عندكم هذيك اللي كيكون فيها البزار كتجي زوينه، ما لقيتهاش، انا خديتها هذه العاديه. المهم غادي نخليها دابا، زدتها ليها. ممكن تضيفوا طريفات ديال الدجاج في الاول الا ما عندكمش، ديروا اولا ديروه بلا هذا الشيء، يعني غير هذا الصوص مع لي بات تجي زوينه. قلت لكم ممكن تاخذوا طريفات دجاج، وفاش تكونوا تشحروا في البصله ديروا مع هذيك طريفات الدجاج. عندي تقريبا واحد 200 غرام ديال الكريمه السائله، زدت هنا شويه ديال الفرماج احمر وموتزاريلا، ممكن ديروا فقط نوع واحد. صافي البنات هانتوما هي راه طابت، شوفوا كتجي معلقه. مازال انا راه حيت لاصوص وخكك قليله شويه على لي بات كثرتها الشوم، ولكن كتجي بنينه ساجا بعدا كتعجبها. هانتوما شتو، انا درت كميه كثيره واخا كاينه غير انا وساجا وادم، حيت تيبغيو واخا تشط في العشاء تيبغيوها. ودرت جوج انواع ديال لي بات، درت هاد الصغيره ودرت هاد الكبيره. شوف كيفاش كتجي ومصافي، دابا راه وجدات. طفيت عليها، غادي نغطيها ونخليها كتشرب هاديك لاصوص اللي بقات وكطعم كثر. صافي البنات جمعت الدنيا كامله، دابا دزت نسلفن شي حويجات. المهم هما فين درتهم؟ هنا 19 هما اللي درتهم، كيصبنوا البارح صبهم الحوايج كاملين
الكبار الا درت 10 بيضين كندير فيهم شي جافيل وشي ديال هذاك التشيد اللي كنغسلوا به الحويجات وصافي تيد تنقولوا لجميع الماركات تيد. المهم درت دابا درتهم كيتصبنوا وصافي غادي نخليهم حتى يتصبنوا. غادي نحك هاد لافابو بغيت درت ليا واحد القهيوه وخويت هذاك التخا ديالها هنا هو يبان لكم التخا ديال القهوه. المهم دابا غادي نحك هاد لافابو وصافي وغادي نكون ساليت الشقه ديال الدار كامل اليوم. قلت لكم غادي نحك هاد لافابو وغادي نمشي نكمل البيت ديالي نكملو في الفراش ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني منين خديت هاد الصبانه هادي انا غادي نخلي لكم ان شاء الله الانستغرام ديال السيده اللي خديت من عندها في صندوق الوصف وفي اول تعليق متبتين خديت من عندها هادي وخديت من عندها حتى هاد الدجاجه هادي. عرفتي الدجاجه زوينه دابا مع بالاخص دابا البرد ما بلا ما نديرو البيض في الثلاجه ما تيخسرش. كندير هنا دابا خديت جوج بلاطوات ديال البيض واحد درته في الثلاجه وواحد درته هنايا راه كتهزل 30 بيضه. وقت ما بغيت حتى نخدم الحلوى وكيكات وداكشي كنبغي البيض يكون بحراره المطبخ صافي راه هو تما تنجبد منه مباشره. صراحه حتى الديكور ديالها عجبني. صافي البنات راه في نفس الوقت كنت كنطيب في نفس الوقت جيت هنا جففت هذا البيت هذا خليته تنشف دابا راه نشف صافي غادي نفرج الزربيه. الزربيه يلاه خديناها الخوام يلاه غادي نركبوهم. المهم غادي نركب هادشي هذا بيت النعاس ديالنا ما كانش فيه الزربيه وقلنا غادي نفرشوا. بالنسبه للزربيه راه من الراس حتى للراس ما خديتش هذوك الزرابي اللي تيكونوا حدا الناموسي زعما طابيسور لا قلت اللهم يكون مفرش البيت كامل حتى يكون بارد بزاف يلاه يسخن شي شويه. صافي البنات دابا راه فرشنا الزربيه نفسها عرفتوا راه مع كبيره راه فيها 3 متر ولا 5 متر عرفتوا راه مهزينا وما عندناش فين نخرجوا الناموسيه هزيناها غير بزز. المهم انا دابا فرشناها ها هي هي هذه الشكل ديالها راه لونها غامق شويه جي بحال مارو ولكن الا شفتيها من فاس اخر كتبان بحال بيج. ايوا صافي هادشي اللي كان غنكمل البيت وصافي هادشي اللي كان ها ساجه معاونهاني كاين ما يدار مكاين القرايه لا والو اللهم تعاوني في الدار. ايوا هادشي اللي كاين دابا هنا في الخلاط الكهربائي غادي ندير واحد 3 ديال البيضات هنا دايره البيض حيت دابا البرد دايره البيض هكا في هاد الدجاجه هادي صراحه عجبتني بزاف زوينه عمليه هادي. ناخذ واحد 3 د البيضات نغسلهم ونهرسهم. عرفتوا راك كالسه تقلت تجهيت شي شوكولاته شي كيكه ديال الشوكولاته وتكون متختخه بالشوكولاته ندير قبيصه الملحه ومزعما تكون سارده. غادي نزيد واحد الكيس ديال الفاني اللي ممكن تعوضوه بال قهوه سريعه التذوب ولكن ما صراحه ما كتعجبنيش بنات القهوه في كيكه بحال هكا. وما غادي ندير كيس ديال الفاني وحده غادي نزيد واحد كاس لاروب ديال السكر سنيده وغادي نخلط هاد المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي. من بعد ما خلط الخليط ديالي حتى ولا بحال هاد اللون يعني كيولي بيات شو شويه غادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط. غادي نضيف واحد نص كاس ديال الماء دافي غادي نزيد واحد 3 الاكياس ديال الكاكاو المر غادي نزيد 3 نمشي نجيب واحد الباكيه اخرى ونزيد جوج باكيات اخرين وغادي نخوي الخليط ديالي هنا. وغادي نخلط كلشي مزيان غادا نزيد الكاس الاول ديال الدقيق
وغادي نزيد واحد 16 غرام ديال الخميره الحلويات، جوج اكياس، كل كيس فيه 8 غرام، يعني غنحتاج 16 غرام. بالنسبه للكاس الثاني غادي نضيف فيه نص كاس صافي البنات. هذا هو الخليط ديالي، نتوما كيفاش يكون تقريبا درت فيه كاس ونص ديال الدقيق صافي. غادي نحاول نخلط كلشي مزيان باش ما يبقاش شي تهكات تولات. دابا خديت هذا المول، هذا بالنسبه للعباره ديالو فيه 25 سنتيمتر، غادي ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق صافي. ودابا غادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران كنشعل عليها 160 درجه، كنشعلها من التحت صافي حتى كتبان ليا طابت وطلعت. الا درتوها بيضاء راه كتشعلوا لها من الفوق باش تحمر لها الوجه ديالها. بالنسبه ليا انا عندي ديال الشوكولاط، راه غادي ما يحتاج انني نشعلها لها من الفوق. هنا بالنسبه للصعوه خديت واحد معلقه كبيره ديال السكر مع معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغليت شويه الماء. غادي نضيفوا ونخليه على ما طيب كيكه، وغادي يكون برد شي شويه، خاصناش نسقيو به هو سخون صافي. الكيكه ديالنا ها هي راه طابت، نوريها لكم نتوما، ها هي راه تنفخات شي شيشه شتو. هانتوما قلبت هاد الجهه الثانيه، شوف كيفاش كتجي مفشفشه. انا حطيتها هنا وغادي نسقيها بهذا الكاس ديال القهوه والماء. هنا عندي كميه من الشوكولاط، ممكن ديروا فقط الشوكولاط مربعات. تقريبا عندي واحد المهم عبارة ديال 100 غرام او لا اقل من 100 غرام، وعلى حساب نتوما شحال بغيتوا، او لا ديروا واحد 15 قطعه ديال الشوكولاط هذاك الكحل. المهم هنا غادي نزيد عليه الماء مغلي. صافي نتوما راه خلطتو، غنشوفكم كيفاش يولي. صراحه انا كثرت الماء، نقصت كميه الماء، وغادي نخويه من الفوق. كتجي شارب هذاك الشوكولاط حتى هو، كتجي سارده كتجي معلكه. وغادي نرش عليها شويه ديال الشوكولاط، اولا تخليوها بحال هكا اللي بغيتو. غنقطع لكم واحد الطريف خربقه سخونه شوف كيفاش كتجي، كتجي واعره صراحه حتى البنات. هما البنات دابا غادي نمشيو نحطو الكوتي ديالنا، هانتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي معلكه كتجي لذيذه صراحه.